ورجعنا رجعنا رجعنا مع عبدالله شو تايم. قبل ما نقدمه كان تعرفوا علاش الببليك شيخ حكايه تفهموا شيخ عليه وشيخ على عندنا ان انفيتي جران جران كاليبر. لكن قبل ما نتعديوا الانفيتي جران كاليبر كان تحبوا تربحوا الكرهبه ذيه يونداي جران اي 10. مازال لكم من هنا لاخر الحلقه باش تبعثوا حرف ا على 85 899 وتربحوا معنا الكرهبه ذيه. وتوا نحب نقول لكم ميرسي. حاب نقول لكم اليوم عندنا ستار من اكبر الستار في الجزائر وفي المغرب العربي، غنياته مكسرين الدنيا. عنده توتال متاع فيو 375 مليون فيو على اليوتيوب متاعو اكاهو، بخلاف عشرات الملايين اللي ريبريز متاع غنياته لاول مره في التلفزه التونسيه، وسبيسيالمون جانا خصيصا وحصريا لعبد اللي شو تايم كادير جابوني.
كدير مرحبا بك في تونس. الله يسلمك خويا، انا فرحان بزاف. حسيت روحك في بلادك؟ كيفاش حسيت روحك مع الجمهور مع الكل؟ هذا الاحساس هذا مفروغ منه، حنايا دائما في تونس رانا في بلادنا، بلادي الثاني تونس، والجمهور التونسي والناس تونس كاع، حنا يعرفوا الناس كاع بلا ما نهضروا، الناس تعرف العلاقه بيننا وبين. وانت كفنان يعني، وتحيه زاد للببليك نتاعنا في الجزائر من بيان نعزوكم ونحبوكم. حتى احنا نحبوكم بزاف. الغنيه اللي دخلت بها سمعناها، وي انت سببي، هذه معناها سي تون بلو غران سوكسي كما يقولون. انت سببي بعد بالك نقول انا لا كونفيرماسيون هذيك، باسكو قبلها كانت الاغنيه اللي دخلت هنا في تونس ماما ميا، الناس يحضروها كاع، الناس يغنوها، مي انت سببي الناس عرفوني بها، عرفوني بها بالك، ما كانوش كانوا يعرفوا ماما ميا، ما يعرفوش شكون غنى ماما ميا. انت سبابي حفظوا البيت. ايش فيها سبيسيال باش تحبت هكا باش خذيت السكسي هذا الكل؟ والله انا انت سبابي اي اغنيه تكون عندها سكسي تكون فيها حاجه سهله فاصون السكسي، ما تقدرش تسنى، انت ما تكونش على بالك به وما تقدرش تسنى السكسي اللي تجي هكذا، تجي هكذا، تكون كلمات ملاح ويكون لحن وكلمات ملاح وميلودي تكون بيالي يقدروا الناس يغنوها. وانا ثاني تفاجات ما كنتش نستنى بهذا السكسي تاع انت سبابي، باسكو كاين انا بارابول ليا كاين عندي بزاف اغاني دوك، راني من بريمي البوم تاعي من 2001 عندي بزاف اغاني اللي انا نحبهم اكثر من انت سبابي. مي انت سبابي دارت بلاصه انت سبابي. اش معناها انت سبابي؟ والله كوز انت سبابي، انت انت السبب يعني، انت السبب وين انت سبب. لكن شنو انت توا خاطر معروف بغنياتك اللي عندهم قصص وتعمل دي سيناريو، شنو هي قصتها؟ عندها قصه حقيقيه؟ نو انت سبابي والله الاغنيه هذه ما كنتش انا دايرها باللي راح تحقق هذا النجاح كاع. اغنيه انا الاغاني تاوعي كاع يعني نحب السوجي، نحب ندير نخدم دائما لي سوجي في الاغاني تاوعي، ونعتمد بزاف على النص. سوجي شنو انت سبابي؟ معناها راسك انت سبابي، عايشتيني في الدوت، عايشتيني في الشك، انت اللي خليتيني عايش دائما في الشك، انت اللي خليتيني عايش في الدوت، وفينالمون ما خرجت ديرك للناس ما عايشتها في الشك. فما شكون فهموها بالغلط خاطر ما يفهموش بالكدا في تونس، يسخلوك انت اللي معناها ما انتش عايشتيني في الدوت، عايشتيني في الدوش، يسمعوها عايشتوني كل ما تذكرها تدخل الدوش. عاودوها الاغنيه هذه، كي خرجت الاغنيه هذه قال كاع بدلوا كاين اللي صحيحه. احنا كاع العرب احنا عندنا الاغنيه كي دير سكسي الشعب ثاني عاود لها ليك البارول ديالو، دوك هذه لي بارول اللي عاودوهم كاين بزاف لي شونس اللي عاودوهم. اليوم نجموا نحكيو على كادير كنجم الراي رقم واحد، موافق ولا رقم واحد؟ نقول لك ما نقولكش انا رقم واحد، انه احنا في الراي عندنا بزاف. لي شيفر وي لي شيفر بالك هكذا، المشاركه تاعي في المهرجانات سواء الدوليه ولا هكذا، نشارك دائما نكون متواجد نكون حاضر. مي تعرف احنا في الراي تقول لنا رقم واحد الناس بالك يحسبوها يقول لك لا كيفاش هذا نصب روحه رقم واحد. مش انت هو شوف في الراي ولا في اي غناء سي دي بيريود، يكون فما مغني وبعد يجي مغني وبعد يجي مغني، كل خمسه سته عشر سنين كل مغني وشنو هو السوفل نتاعو. لكن انت توا بالارقام على اليوتيوب وعلى الناس سمعتك وعلى البرومبر دو فيو الحمد لله. انت اليوم معناها يا خويا الحمد لله، انا مازال راني نخدم في الكارير ديالي، ومازال ان شاء الله مادام بيا نكسب محبه الناس ومحبه الجمهور، هذا هو تري امبورتون في الخدمه ديالي. توا اللي سماك جابوني مش غلط، على خاطر كي نتبعوا الكارير خلينا من عينيك وتنرجعوا لك الجبده هذيك. 15 البوم 15 البوم في 20 سنه، معناها خدمه نتاع الصح تاع جابوني صحيح صحيح صحيح. انت انسان خدام برشا، باش يوصل واحد فيك في اليوم باش يتكلاسا كيفك انت بوكو دو ترافاي. الحمد لله دوك الخدمه ما جاتش انا تعبت بزاف، خدمنا انا لا كارير تاعي من 98 وانا نخدم، دونك ماشي كيما الوقت اللي رانا فيه دوك، احنا بكري باش تدخل الاستديو لازم تدي وقت من 98 حتى ل 2001 باش كان عندي الكوراج باش ندخل الاستديو ديجا. ماشي مانيش بارابول لي جان تاع دوكا تلقاه ديريكت، واقيلا اليوم تعلم اغنيه يغني يدخل ديريكت الاستديو، حنا بكري كانت عندنا نخافوا من الاستديو ما نقدرش ندخلوا الاستديو. شو عملت قبل ما تدخل الاستديو؟ اربع سنين وانا نخدم في روحي، نخدم في لافوا ديالي، نخدم في مين كيفاش؟ نخدم في الليل، نخدم في لي ريستورون، نخدم هكذا، وعندي خوف نتعرف بالناس كي نشوف لي ستار نخاف، حتى جاني الكوراج باش
2001 دخلت الاستديو باش عمرت البريمي البوم تاعي اللي ما كانش ناجح. انا على بالي بلي ما كانش ناجح الالبوم الاولاني، مع اكسبيريونس ما كانش عندي الاكسبيريونس، ما نعرفش نخير لي سوجي، ما يأسش بيان سور، باسكو عاود درت البوم وراه في 2004، زد درت الالبوم تاع 2006 اللي الحمد لله 2006 في الجيري لابريغاد السونترال هي اللي عرفتني الببليك في الجزائر. مور 2006 عباك الحمد لله، دوك اي فنان تسقسيه يقول لك النجاح يتبعوا نجاح. مور الالبوم الاولاني تاع 2006 ولاو لي زالبوم الاخرين كاع ناجحين. عرفت من اين تؤكل الكتف يعني؟ فوالا فهمت اللعبه، عرفت من يتكل الجيكو هذيك هي. الحمد لله تعلمنا ان اكسبيريونس تاع 7 سنين ولا 8 سنين في الاستديو، تعلمنا كيفاش نخيروا لي سوجي، تعلمت كيفاش نتعامل مع لي زارتيس، تعلمت باش نحتك مع دي زارتيس اللي يعطوني حاجه مليحه، والميم لي بارول اللي يمدوا لي حاجه مليحه. صراحه استنيتوا السكسي هذا؟ كنت حاب نوصل، وعلى بالي بلي كنت جاي النهار اللي فما فرق، فنانين الكل يحبوا يوصلوا سكسي، فماش فنان يقول يخدم يقول لكم الحسن مغني صافي الخدمه صافي. لكن استنيتوا الكرون سكسي هذا، راك اليوم من الناس اللي عملوا سكسي مش كان في الجزائر وفي تونس، في العالم العربي. الحمد لله يعني. الحمد لله السكسي ما كنتش نستناه، فوالا ما كنتش نستنى في هذا السكسي بلي انا، مي الطموح كنت طامح باش نوصل، على بالي بلي فياندرا لو جور اللي يجي نهار اللي بالخدمه هذه، باسكو يقول لك الخدمه يقابلها النجاح. اليوم بوزيسيون نتاعك وسيتياسيون نتاعك كفنان اصعب من قبل خاطر في السكسي؟ وي بصراحه هذا كان بزاف قبل، من قبل ما كانش يعرفني حتى واحد، ومن قبل ما كانش الناس تسمع الاغاني ديالي، دوكا راني على العين والناس تستنى اي حاجه جديده يطلقها كادير لازم نسمعوها. دوك سي بور سا اني عايش مع الشعب، عايش قاعد لهم تما باش نعرف كاع واش يخمم هذا الشعب. صحيح، كي تقول لي عايش مع الشعب، انت من حومه شعبيه. وي باب الواد. باب الواد اللي هو شهير برشا ومعروف به. كارتي بوبيلار. كارتي بوبيلار تري. خرجوا منه فنانين كبار و... اللي باهي فيك وليت ستار ومعروف، وقعدت بعلاقه كبيره برشا توا بالكارتي نتاعك وبحومتك. انا بالك صحابي ما يعرفوهاش باللي انا الحوايج تاعي مازالهم في باب الواد، وين نبدل حوايجي؟ دار امك. دار امي نخلي عندي حوايجي باش كل يوم نهبط لباب الواد. كل يوم تهبط لباب الواد؟ يوميا اجور نهبط لباب الواد. وتحوس وتي تو بخومان في حومتك؟ بيان سور في الحومه قاعد هكذا، والفوني خلاص ما يشوفونيش تما نغني ولا حاجه، شايفين هذاك بنادم اللي كبر معاهم وعاش معاهم. هذه هي. انت تعرفت بالجابوني؟ وي. لكن منين جات كلمه الجابوني؟ الجابوني دوك فهمك، حنا في كارتي بوبيلار راك تعرف ما كاينش واحد اللي ما يديرولوش اسم. تخرج اسمك قدور يديروا لك اسم، اللي امبورت واحد يديروا له سير نو، كاينين بزاف لي سير نو. انا هاد الحوايج هاد انا بالك هاد الاسم من علاش سماوك الجابوني؟ دوك نفهمك 88 نشفى لها في 88 دخل الكونغ فو المغرب العربي. اي مدرسه الشاولين الا تعرفها. يبان من هذاك البيريود، في هذيك البيريود اللي كنت رحنا شرينا كاع دي كيمونو هذيك وفلام بروسلي. انا لي كيمونو هذيك كنت نروح بها ليكول، نروح بها للسبور، تلعب بها فوت، نلعب بها فوت، ندور بها في الحومه. الناس هكذا جابوني معروف بهذيك الكيمونو. راح هذاك الاسم ومن طول حنا في الراي ثاني، في الراي كاين بزاف اللي اسمهم كادير. دوك للتفرقه بالك انا كلمه جابوني ساعدتني كوميرسيالمون، ساعدتني خليتها ولا لصقت فيك ما حبش تنحى يا اخي؟ خليتها. انا حبيت نرجعها كعبد القادر الجزائري، كادير الجزائري. من الناس يعيطوا لي جابوني قاعد الجزائري اهلا بالجابوني. هذيك هي والله قعدت هي ما تبدلتش. نحن عملنا لونكيت نتاعنا وبعثنا كوريسبوندون للجابون باش نعرفوك انت جابوني صحيح ولا لا، باش نعرفوا شبابنا شنو رايهم فيك. تفرجوا في الفيتير وتنقول لك. すごい楽しみやったり、好きなことやったっていう記憶はあります。合宿とかね、一緒に買ってきたレコードをこう。でドラム叩くんですよ。カーテン閉めて。 隣、隣多分病院やったよね。YouTube ファンの皆様、こんにちは。現在私は沖縄市の何だっけ、何通りだっけ、センター通り、2期通ります。間もなく、あと1、2分で17時ですが。で、買ったばっかりのアクセサリーを次の日になくした。貯金がめっちゃ好きだから、あんま買い使わないのに、で、買ったのに、次の日なくしたから、もう買いません。
kendi iştahını. Oldu. Destek. Yaktır. Hayırlar. سمري بكري قامت النية وحكاية نتنا قامت في برية عمري جتين بليك تاني يعرفوا في جابون. اي انا يعرفوني في جابون خاطر قبيح يحبوا القبيح هما. لكن انت قال لك يحبوك ياسر. انا والله متعبني بلي عندي لافامي. عندك لافامي تبارك الله حتى عينيك مجبدين. توليكا نزيدوا تعرفوا عليك اكثر باش نعمل معك انترفيو صحيح صحيح ولا غلط. بتتغني في الحومة فوق السطوحات. فوق السطوحات وي مسطح لسطح. كيف اول مرة فاق بيك خوك الكبير تغني؟ طيشت الميكرو هربت مسطح لسطح هذه يعرفوها صح كيفاش؟ فواحد عرس في الحومه كنا عرس في الحومه وانا جابوا واحد الجروب في الحومه فوق السطح حنا العرس بكري كانوا يديرون فوق السطح انا غرفت الميكرو جوزوني قالوا ولد حومه هذاك مول اللي كان يغني قالوا له عندنا واحد وليد حومه يعرف يغني هنا شويه وانا كنت غنغني لهم تما عطاوني لا بريمير فوا هذيك رفت الميكرو عرفت الميكرو جا الاخر قال لي راه نجوزوك تغني قال لي واسمك قلت له الشاب كادر شفال هذاك الوقت جوزوني الغنيه انا رفت الميكرو جاي نستخبر الاولاد الحومه طلعوا خويا قالوا له لازم تطلع روح طلع خوك واخويا طلع يشوف هذا خوه هو انا جامي غنيت قدامه وكيش طلع قد عمرك وقت كان عمري 17 سنه اي كنت صغير كان عمري 17 سنه رفت الميكرو راح نغني حتى نشوفوا معاه حطيت الميكرو كانوا بكري حنايا باطيمه وفي الباطيمه هذيك اللي قدامنا كانوا نساء يطلوا في السطح هكذا قاعدين في السطح هكا يطلوا على انا تلمشت وخلعت حطيت الميكرو بديت مسطح لسطح كنت تدخل بيتك وتسكر على روحك وتبدل وتغني وحدك وي كدير نحب نسمع منك حاجات هكا حاجات تحب تغنيهم لي انت ما حتى من غير فرقه هكا حاجات صغار في الراي القديم هاو الميكرو هاو الميكرو قسمنا شويه الراي القديم انا كنغني لك الراي القديم واحد الستيل ايه. واحد الستيل عندنا يعيطوا له الشيخات 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 هذا ستيل قديم وداي دنا ودانا وداي الستيل تاعنا تاع الراي هذا الراي بكري كان هكا هذا يا ستيلك الشيخ الريميتي اولا الراي ينطلق هكا الراي الاولاني الراي الباز الاولاني لاباز هكا لاباز دور كانوا يغنوه الشيوخ عندنا في هذا الطبع يعيطوا له الطبع كانوا يقولوا الشيوخه باسكو كانوا يشيخوا يشيخونا كانوا والطبع اللي كان يخدم فيه هذا التراب اللي موجود غير في بالك تقول غير عندنا هنا في تونس بالك في الجزائر تخرج منا ولا منا ما تلقاش هذا الطبع ميم كان تغني لهم يجيهم غريب كثير باش نوليك تصاور نتاع فنانين قدم في الراي وانت تقول لي كل واحد منهم باش يتميز شنو خذيت منه والله الشاب نصرو الشاب نصرو
الفنانين الكبار عندنا في الجزائر، وفنان قدم بزاف للأغنية الرياوية العاطفية. وأنا واحد كنت فان نتاع شاب نصر، وتعلمت منه نخير لي سوجي باسكو كان يغني دي سوجي ملاح. تعلمت منه كي كنت صغير، تعلمت منه كيفاش نخير لي سوجي. ضايرنا نوجه له التحية هو والفاميليا تاعو. في اللي بعد الشاب حسن الله يرحمه ويوسع عليه، هذا انا بالنسبه لي هذا الفنان، وبالنسبه للشعب الجزائري وحتى الشعب التونسي، انه مازال حي في قلوبنا هذا الفنان. مالغري مات مازال حي في قلوبنا. واش نقول لك، حسني تتعلم منه بزاف صوالح. يتميز بالصدق في الاحساس ديالو، كلاه عنده مصداقيه، كي تسمعوا تحس باللي هذا او يهضر من قلبه. خلطت عليه، عرفته، ما لحقتش عليه. غنيت له غنايات، غنيت له بزاف غنايات. سمعنا فوالا. سمعنا وجميل انسى الماضي، انا جميلة فوت معاك سنين وهلا برينا. وجميلة ننسى الباسي، أنا جميلة فوت معك سنين وهلا برينا. هلا هلا. اللي بعده الشاب عقيل. الشاب عقيل ربي يرحمه صديق تاعي، وفوت معه بزاف، جوزنا انا وياها ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه. دوك عاقل واش راح نقول لك، الحاجه اللي تميز بها واش تعلمت منه الحاجه. عاقل انا بالك عمري ما شفت، نقول بهذا المصطلح، عمري ما شفت فنان مجتهد كيما عاقل. مجتهد علاش مجتهد؟ باسكو عاقل من الناس اللي دير لها ريشيرش، الناس اللي تكتب وتلحن ويعزف، حياته كاع في الموسيقى. وحاجه الناس بالك ما على بالهمش بها، هدرت هذا الدنيا في المغرب زدنا نهضرها اليوم، انه عاقل قبل ما يموت درنا دو شونسون كيف كيف، لا شونسون في الالبوم تاعو ولا شونسون في الالبوم تاعي. لا شونسون اللي في الالبوم تاعو خرجت ديو انا وياه، وعندي لدوكا مازالني محتفظ بان شونسون خدمتها انا وياه، ما حبيتش نخرجها. وكان هو الدكليك في حاجه في حياتك عاقل اللي انت بطلت الغناء في اللي كبري؟ فوالا، حبست انا الليل، حبست الليل بعد الوفاه نتاعو. سيفري بعد الوفاه نتاعو انا حبست الليل في الجزائر. ما علاش؟ باسكو دوك نفهمك صراحه واش بديت نجبد في روحي هكذا، باسكو نشوف فيه باللي كان هو صاحبي وكان هو المنافس تاعي. كان واحد الشهر اللي بيناتنا انا مالكري كنا صحاب، مي كانت واحد منافسه هكذا، مين نتلاقى ونتعايطوا ونقصروا ونقعدوا كيف بالك. كي مات هو انا زدت عاود جبت وجبت، ما كنتش نروح بزاف، مي كي مات هو على بالي باللي ديك ليك في حياتي، باللي هو كان السبب اللي كي مات هو انا حبست الليل. شوفوا الارتيست اللي بعده الشاب خالد. الشاب خالد هو احنا نقولوا له الكينغ مالك. خالد اللي قدم بزاف الاغنيه تاع الراي. انا نفرح كي نشوف خالد دير سكسي. علاش؟ خالد كي دير سكسي راهو يحل بيبان الفنان للراي. وبالك هو اللي وصل الاغنيه العالميه. واش دار مامي ثاني؟ سوشيال مامي واش دار؟ مي خالد خطا خطوه كبيره باغنيه الراي العالميه، وقدم بزاف الاغاني الاغنيه الراي، وخلالها دلها مكانتها بين الطبوع اللي موجودين والموسيقى الموجوده في العالم. صاحبك انا شويه خويا خويا انا بختة. بختة
طبيعت اختك يا يعطيكم الصحة ونسعى بها بزاف ونسعى لكم ونحن بها بزاف كادر سابوني الله يحفظك ساعة نحب نقول لك تو افيك توا دو تري غرو ميزيسيان ظاهر من الخدمة نتاعهم برافو عليك الله يحفظك لا بليبار دي ستار نتاع الراي لا بليبار دي ستار نتاع الراي مشاو وسبقوك اللي قبلك المارشي اوروبيان انت عملت بريسك العكس تخدم على الانتشار العربي وي شنو نفهمك كنت مش علينا احنا لا بلي بار تاع لي زارتيس اللي قبلنا انا حللتها في راسي وشفت باللي انه الوقت اللي طلعوا لي الفنانين تاعنا في فلوروب ممكن كان ميم دوكا فرنسا فرنسا ما نكذبوش على روحنا فرنسا دوكا ما تشجعش الجزائريين ولا التونسيين ولا المغاربه باش يكونوا 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 عندهم قاعده جماهيريه في فرنسا علاش على اكزومبل مثلا غير في الراديو لا راديو لازم تغني كلش اون فرونسي باش تجوز الاغنيه تاعك ولا 80% من لا شونسو تاعك كيما عملوا الشاب خالد كيما عمل حاد كيما عمل كلهم وبكري كانت ديجا كي نجي نولي النور انا باغ اكزومبل نحضر الفيلم تاع 100% ارابيكا اللي دار فيه خالد ومامي فهذاك الوقت كان يجوز في فرنسا في كاع لي سينما بارك كونتر دوكا وكان تشوف انا الجيريا يغني الراي هكذا ما يقدروش يجوزوه في لا تيليفزيون يغني الراي ديريكت ما نكذبوش على روحنا كاين واحد بكري كانت فرنسا كانت حابه يدخل هذا الستيل باسكو كان عندها هدف باش يدخل هذا الستيل انا خيرت الانتشار العربي لانه دوكا ما نكذبش عليك انه المارشي عرب راه مليح دوكا والمارشي عرب ولا يحب الراي ما كي تشوف في الخليج ولا حاجه ولا في لبنان ولا حاجه ولا في مصر ولاو يسمعوا النغمه تاع الراي ما كانوش يسمعوها ما يعرفوش اللهجه نتاعنا دوكا ميم تهضر لهم باللهجه نتاعنا ما يفهموناش مي يحبوا الراي سي فور سا انا ديسيديت باش نكون المارشي تاعي ندير لي كليب ندير غنان لهجه بيضاء باش يقدروا يفهمونا نحاول نسقم في لي بارول تاوعي باش يقدروا يفهمهم الحمد لله الاغاني تاوعي من خلال انا الاختيار تاع الكلمات واللهجه البيضاء باش يقدروا يفهموها كدير توا شنو باش نعاودوا نسمعوا باش سمعنا حاجه نسمعكم الاغنيه اللي يحبوها ماما ميا ونقعدوا وحدين شمال فوق اوكي La 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 la
الامور توانفوا بالخفي دور يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي صاري كاشيتي لي انا قاعد وحدي شروفو كاع ولاوي معك تيست فيه مسيرك الفني الكل. ريت اللي عملته الكل كارييري نجم يطيح في الماكي ما تنجم تطلع تعمل 500 مليون دو فيو. في هذه. وضع خايف. شوف انت بويسك جابوني. حتى عينيك مجبدين شويه راه مش كان حكايه جابوني عندك شويه في عينيك. شويه. وانت مشهور الجابوني سيرتوك الكمينو اللي حكيت لي عليه هذاك يا ولدي. باش نشوفك انا. جبوبنا باش مغرومين اكثر حاجه بالكاراوكي زاد هكا ولا انا باش نعطيك كاراوكي فهمتني شو ولا باللحن نتاع غليتك انت سبابي لكن باش تغنيه بالجابوني المره هذه يلا باش نعطيك الاوراق وباش نعطيك البارول غاديك باش يخرجوا لك غاديك وكان تحب زاد هو هنا لي بارول اشوف باهي شوفهم شويه بالجابوني انت سي سور تقرا زيد غمض عينيك اكثر هكا باش نجم تقرا فوالا هما يقعدوا خاطر هما في بالك شبابنا يراو في الدنيا شويه هكا يراو في خيطك هاو قلبوا الدنيا خليني يحلوا عينيهم تشوف اش يعمل واضح واضح يعطينا كاراوكي تنقول لك تي لا 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 ti la 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 kon asna asna kon ashiwa toyota sushi kifuko yama honda kawasaki Shima Nintendo Sony Luharai Luharai Rahna al-Tokyo Shrabna al-Soki Shangi Lami Shila Furum Nekul
ناكل كفاجي بالوصابي هرايين. لا 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 لا. عاود عاود عاود. صحي استنى استنى. نعرف نعرف. هذه بروفا. هذه بروفا. بروفا برفنا. توا باش نعاودوها وباش تغني بالجابوني بالحق وبالإحساس، ناقص الإحساس. أوي في إحساس. ناقص الإحساس، تلعب جمهورك راك شبيك صح؟ جمهور ناقص إحساس ولا؟ وطبع في الليكرون من غير وراك المرة هذي. لا تي لا 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 تي لا 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 تي لا 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 تي لا لا تي لا 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 تي لا 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 la 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 ti la 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 ti la 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 kanoshima toyota sushi fukuyama honda kawasaki horishima nintendo sony uharai harai tokyo ushinde saki Sushi Fukuyama Kawasaki Yamshi Honda Kawasaki Honda Kawasaki Horishima Nintendo Sony Arai 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 لعبت النبلة كاريير لعبت تكاريير لكن سلكتها سلكتها وحليت البيبان انت في الجابون في الشين وفي الدنيا امورك باهية على الاخر تحية خاصة لستار دي ستار الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يخليك حبيبي راكفور يا صاحبي يسلمك حبيبي خويا باش نعطيك كلمة الختام قبل ما تمشي تغني لنا الغنية الاخرى باش نسكروا بها معاك صراحة تكلم كيما تحب صراحة كيما نحب انا راني فرحان بزاف لطفي خويا ربي يفضلك نشكرك بزاف على هذه الاستضافة لزوم صاحبي انا كنت حضرت لك لانه كنا في مهرجان لزوم كنا في مهرجان قرطاج كيف كيف وكانت الليلة تاع قبل الليلة تاعي حضرت لك في هذاك الشو فرحت بزاف كي شفتك وزدت اليوم كنت مني نكون حاضر معاك اليوم راني ضيف لطفي عبد اللي والله راني ضيف خويا راك في بلادك في برنامج يكون ربي يحفظك نحن والجمهور وربي يخليكم يعطيكم الصحة تحية للفرقة الموسيقية تاعي وتحية للجمهور تاعنا اللي قاعد معنا وربي يخليكم وتحية للجيري 1 2 3 الله يخليك خويا ربي يفضلك الله يسلمك شنو باش نسمع شنو باش سمعنا تو باش نسكروا عندي عمري 100 موري عندي عمري 100 موري
كادير جابوني، تحية خاصة الكادر الجابوني، نورتنا حفلت الدنيا شيختنا. فاصل ثم نعود.